بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله مسائكم وجميع أوقاتكم بالخير والبركة، وأرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع انطلاقة الشوط التاسع الخاصة بفتح الحول المحليات الأصايل ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين في هذا المهرجان الكبير، في مهرجان جائزة زايد الكبرى المقامة هنا في عاصمة ميادين السباق ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. أرحب بشعارات أبناء القبائل المتواجدة هنا والمنطلقة والباحثة عن ناموسا في عاصمة الميادين. مباشرة إلى المركز الأول مع انطلاق بنت رعد أحمد بن عبيد بن غنام المزروعي، من يقدم لنا بنت رعد والإنتاج الشخصي يا مالك بنت رعد. المركز الثاني، مصيحة تحتل المركز الثاني، ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي، وصل شعار بن عويضة على المركز الثاني. المركز الثالث، الذاير السيد مبارك بن خادم بن حارب الخيالي، وصل على ثالث التحديات. بينما المركز الرابع لنتابع مياسة محمد بن سالم بن حاده الكتبي، وصل شعار الشاعر، بدأ يتقدم الآن على المركز الرابع. المركز الخامس، خامس التحديات والانطلاقات الشانية، عامر بن علي بن عامر ألف هيدة المري، وصل على مستوى المركز الخامس. بينما السادس التحديات، المركز السادس الوصول المميز مع تحذير ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي. بينما المركز السابع تقدمت الشانية بخيت بن سالم بن مبارك المنهالي، من يقدم لنا الشانية على المركز السابع. المركز الثامن، ثامن التحديات، بنت رعد لسيد سعيد بن مبارك بن سبت الخيالي، وصل على المركز الثامن. والمركز التاسع العنود، سالم بن علي بن مكتوم الجنيبي. والمركز العاشر، ختام هذه الجولة مع غشمرة أحمد بن محمد بن حليس الكتبي، يصل على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط، إلى الانطلاق الأول، إلى التحديات الأولى والتحديات الأولى والانطلاقات الأولى. هنالك على الصدارة والمقدمة تحذير ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي، من غير الأمور وبدأ بالانطلاق نحو ذلك الناموس ونحو الفوز والانتصار. يقدم تحذير ظافر بن هادي بن مسعود جاء الأحبابي. بينما المركز الثاني، بنت رعد على المركز الثاني، أحمد بن عبيد بن غنام المزروعي من يحتل المركز الثاني وثالث التحديات والانطلاقات. الوصول مع غشمرة أحمد بن محمد بن حليس الكتبي. والمركز الرابع من الجانب الأيمن، مصيحة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي، تقدم شعار الخيالي على المركز الثالث. المركز الرابع أيضا هنالك شعار أبناء رماح، شعارات أبناء رماح تتواصل بهذه التحديات والانطلاقات. الذاير مبارك بن خادم بن حارب الخيالي بمتابعة مسفر بن علي الخيالي، وصل أبو علي على المركز الرابع. المركز الخامس، التغيرات والتسللات مع مياسة محمد بن سالم بن حادة الكتبي. المركز الرابع، المركز الخامس شعار الخيالي. والمركز السادس الوصول والانطلاق مع العنود سالم بن علي بن مكتوم الجنيبي. والمركز السابع، المركز السابع الشاهنية للسيد بخيت بن سالم بن مبارك المنهالي، وثامن التحديات الشاهنية عامر بن علي بن عامر ألف هيدة المري، بدأ يتقدم الآن وينطلق على مستوى المركز الثامن. المركز التاسع، تاسع التحديات، بنت رعد أحمد بن عبيد بن غنام المزروعي. والمركز العاشر أيضا بنت رعد سعيد بن مبارك بن سبت الخيالي، وصل شعار بن سبت على المركز العاشر. هذه النتيجة ونداء
بين الثاني للعشرة المراكز الأولى. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط، إلى الانطلاق الأول. هنالك بمتابعة المخرج أسامة الهواري أبو طلعت بطلعاته الحلوة عبر شاشة قناة ياس الرياضية التي تتابع تحدياتنا هنا في عاصمة الميادين قناة ياس. الحدث معنا كما يجب أن يكون، المقدمة والصدارة، الانطلاق الأول، تحذير ظافر بن هادي بن مسعود الأحباب من يقدم لنا تحذير على الانطلاق الأول. المركز الثاني غشمرة أحمد بن محمد بن حليس الاكتبي وصل على المركز الثاني. المركز الثالث تتواصل هنالك مصيحة بشعار بن عويضة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي وصل على المركز الثالث. المركز الرابع مياسة محمد بن سالم بن حاذة الاكتبي وصل شعار بن حاذة على المركز الرابع. لمن الناموس؟ لمن الفوز والانتصار؟ الأسماء التي تتصارع وتتنافس من أجل الظفر من ناموس وناموس عاصمة الميادين غير يا بن حاذة. المركز الخامس الوصول هنا هو الانطلاق مع العنود سالم بن علي بن مكتوم الجنيبي من يقدم لنا العنود. والمركز السادس الشانية عامر بن علي بن عامر آلف هيده المري على المركز السادس. المركز السابع الداير مبارك بن خادم بن حارب الأخيالي وصل شعار بو علي يتقدم الآن على مستوى المركز السابع. ثامن التحديات والانطلاقات الشانية بخيت بن سالم بن مبارك المنهالي. والمركز التاسع المركز التاسع بنت رعد أحمد العبيد بن غنام المزروعي وصل على المركز التاسع. المركز العاشر هنالك بنت رعد سعيد بن مبارك بن سبت الأخيالي وأيضا القادم الدانة الخزع بن أحمد الخزع العامري أحد الأصدقاء والزملاء يتواصل مع هذه التحديات. ولكن عودتنا إلى مقدمة الشوط، إلى الانطلاقات الأولى، إلى الأسماء التي بدأت بالانفراد، التي بدأت بالانطلاق بتحديات هذا الشوط. الأربع الأسماء الأولى، الأربعة النجوم، الأربعة العمالقة على الصدارة وعلى المقدمة. يا سلام الصدارة. هنالك شعار بن عويضة وأيضا الشاهنية وتحذير ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي. ولكن بن عويضة غير رائم صيحة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي على مقدمة الشوط. المركز الثاني تحذير ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي يصل على المركز الثاني. والمركز الثالث غشمرة أحمد بن محمد بن حليس الاكتبي. والمركز الرابع لنتابع مياسة محمد بن سالم بن حاذة الاكتبي على مستوى المركز الرابع. أربعة أسماء مميزة بدأت بالانطلاق، بدأت بتحديات هذا الشوط، بدأت تشكل لنا رحلة مميزة عنوانها البحث عن الناموس. جسر العبور، جسر التحديات، 3 كيلومتر ما يفصلنا عن خط النهاية وعن الناموس وعن الفوز والانتصار. المقدمة لا زالت مصيحة. هذا الاسم التراثي الجميل ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الأخيالي مقدم لنا مصيحة على المركز الأول. المركز الثاني تحذير ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي من يحتل المركز الثاني. المركز الثالث أوصلت وتقدمت غشمرة أحمد بن محمد بن حليس الاكتبي على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول مع مياسة محمد بن سالم بن حاذة الاكتبي على المركز الرابع. نتابع ما بعد الأربعة الأسماء الأولى هنالك على المركز الخامس. مشاهدينا متابعينا الكرام، عطنا الفارق الهواري ما بين الأربعة الأسماء الأولى وما بين المركز الخامس من وصلت وتقدمت الآن. وصل شعار المري يتقدم مع الشانية عامر بن علي بن عامر ألف هيده المري على المركز الخامس. المركز السادس وصلت الدانة الخزع بن أحمد الخزع العامر
الدوري وصل الشعار بالهركي، بدأ يتقدم الآن وينطلق على المركز السادس. المركز السابع أيضا التواصل مع نوايا عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي، وصل راعي نوايا. المركز الثامن الذاير سيد مبارك بن خادم بن حارب الخيالي على المركز الثامن. والمركز التاسع وصل الشعار الاقتصادي مع مختارة محمد بن غانم بن حمودة الظاهري. والمركز العاشر ختامي جولتنا الثالثة مع هملولة محمد بن مسلم بن قنزول العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، 2 كيلومتر ما يفصلنا عن خط النهاية، ما يفصلنا عن الناموس وعن المقصود. الصورة الرئيسية القيادة مع مصيحة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي يقدم لنا مصيحة على المركز الأول، على الانطلاق الأول في أشواط الإنتاج والمنتجين. انطلقت مصيحة، انطلقت على المركز الأول. المركز الثاني الشاهنية أم تحذير ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي يحتل المركز الثاني، يتابع انطلاق مصيحة. مصيحة وتحذير، تحذير ومصيحة، كيلو ونصف الكيلو ما يفصلنا عن خط النهاية. والتنافس هنا ما بين تحذير وما بين مصيحة. يقدم لنا تحذير ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي ومصيحة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي. التحدي بين بن مسعود وبن عويضة، ولكن ابن رماح الخيالي، الخيالي على مقدمة الشوط، الخيالي يتربع على عرش الصدارة وعرش المقدمة. مصيحة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي. المركز الثاني تحذير ظافر بن هادي بن مسعود الأحباب يحتل المركز الثاني. المركز الثالث وصلت الشانية عامر بن علي بن عامر آلف هيدا المري، ولكن بن عويضة يقدم لنا مصيحة. مصيحة مصيحة، الاسم التراثي الجميل على مقدمة الشوط ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الأخيالي. الناموس مع ابن رماح إن لم يكن رأي آخر مع مالك التحذير ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي. بدأت التحديات وأصدرت الأوامر وبدأ الانطلاق. تحذير مصيحة، مصيحة وتحذير بن عويضة بن مسعود الخيالي الأحبابي. لمن الناموس؟ لمن الفوز والانتصار؟ 500 متر الباقية عن خط النهاية. جولة التحديات، جولة الأوامر والتنافس ما بين مصيحة وتحذير، تحذير ومصيحة. الله الله، مصيحة مصيحة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيالي، وتحذير ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي. يا سلام، لمن الناموس؟ لمن الفوز والانتصار؟ منطقة الثيل 200 متر وصلت، وصلت هنا، انطلق التحذير، تحذير تحذير في الأمتار الأخيرة، في الأمتار المجنونة. تهانينا والناموس لمالك التحذير ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الأمتار الأخيرة وصلت الشاهنية عامر بن علي بن عامر آل فهيدة المري. المركز الرابع مصيحة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي. المركز الرابع الوصول والانطلاق. المركز الرابع بشاير علي بن سعيد بن سلمة المنصوري. والمركز الخامس وصلت نوايا عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. توقيت الزمني 13 دقيقة 6 ثواني 5 أجزاء من الثانية هو توقيت تحذير ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي. بينما المركز الثاني وصلت على ثاني التحديات الشاهنية، التوقيت الزمني 13 دقيقة 8 ثواني 5 أجزاء من الثانية. الناموس لعامر بن علي بن عامر عارف هيدا المري، الناموس للخبير علي بن طبيل على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث مصيحة 13 دقيقة 8 ثواني 7 أجزاء من الثانية ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام على الانطلاق يتواصل.